دكتور، العلم ده او الفكره دي او المشروع ده، هل في انديه في مصر كتير هتستفيد منه الفتره اللي جايه؟ هل انت تواصلت مع انديه؟ هل في انديه فعلا قالت احنا هنشتغل معاك في القصه؟ والله هو الايم الرئيسي للموضوع ده الانديه كلها بتعاني جدا من عدد الاصابات. يعني طبعًا احنا لو جينا بصينا على السيزون اللي فات ده عندنا 129 اصابه جوه مصر في الدوري. فاحنا بنحاول نعمل سبوت ان احنا نقل لعيبه من قبل حدوث الاصابه، وطبعا مش تعملها بنسبه 100% ولا ما كانش بقى في اصابات في العالم اصلا. والله هو الاكيورسي بتاعتها كتجريب دلوقتي من 92 94. يعني احنا ممكن ما يبقاش فيه اصابات. هو لا احنا يعني في اهم ثلاث اصابات يا استاذ كريم اللي بتبعد الرياضي هي الليجامنت الاربطه وخاصه الصليبي. طبعا اوكي طبعا يليها على طول المنسكس الغضاري، يليها على طول اصابات العضلات. فاحنا بنعمل في المشروع اللي احنا نشتغل كلنا على الطرف السفلي. صح اوكي ماشي. لان ده الاهم بالنسبه لنا. طيب هل في انديه تجاوبت مع هذا الامر ولا لسه؟ والله احنا لسه في الفتره بتاعه البث التجريبي. هو الوحيد اللي عنده علم بالموضوع كاملا هو الدكتور محمد شوقي رئيس النادي الاهلي، رئيس اللجنه الطبيه في الاهلي وعضو مجلس الاداره ده بس. لكن في انديه بره مصر. العين الاماراتي. كنت انا هناك من حوالي 3 اسابيع وبدات اطبق الفكره هناك الحمد لله رب العالمين. هايل. وفي قبول كبير عليها، بس انا هدفي الاول والاخير بلدي ولاعبتي طبعا ومصر طبعا بصراحه يعني طبعا. فانا يعني ايه بحاول من خلال الموضوع ده او العلم ده ان انا اوصل مثلا، يعني مثلا لو جينا قلنا هنا في مصر اعلى ثبات مفصلي لمفصل الركبه جوه اللعيبه المصريه المحليين هو حمدي فتحي. اعلى قدره عامه في مصر دلوقتي قبل 16 مارس الماضي هو زيزو. كان 16 مارس الماضي هو أليو ديانج. لو جينا بصينا لهم بالترتيب دلوقتي زيزو محمد عبد المنعم أليو ديانج في الفتره اللي احنا فيها ببساطه على المستوى البدني هو اقوى لاعب هو زيزو وقدره بدنيه اعلى بدني في مصر. اعلى تردد خطوه في مصر هو محمد هاني. يعني ايه تردد خطوه؟ يعني عدد خطوات كتير وقطع مسافه اعلى. اوكي يعني متوسط سرعه محمد هاني وهو معاه الكوره 10 62 متر على الثانيه. اوكي لو جينا مثلا ما اعرفش يعني هو حالته ايه دلوقتي، بس هو كان نهي السيزون بحمض لاكتيك عالي قوي عدى الستة من مية. العضله بتتعب قوي يا استاذ كريم وبيبدا الاجهاد وبيبدا الالارم يشتغل او الانذار يشتغل من 3 من مية ل 6 من مية لما يزيد اللاكتيك. اللي عنده الحاله دي دلوقتي في مصر هو السولية بس، فانا ما اعرفش حالته ايه دلوقتي كعمر السولية لان هم بره مصر تقريبا في النمسا. بس هو اخر خمس تحليلات او اخر خمس ماتشات لي الدنيا مش مظبوطه قوي. صح. في المصل تروك. صح. عزم القصور بتاع او العزم العضلي بتاع عضلات الفخذ وخاصه الفاسس ميدياليس اللي هي المتسعه اللي عامله على الركبه من جوه.